أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: تحذير من أمطار رعدية قوية مصحوبة بالتبرور بسبع أقاليم بالمملكة. ولن إلى تفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن زخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من 15 إلى 30 ملم ستهم اليوم الاثنين عددا من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن هذه الزخات الرعدية مرتقبة بكل من خريبكا والفقيه بن صالح وخنيفرة والحوز ومراكش ورحامنا وقلعة سراغنا ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وإلى غاية الحادية عشر ليلا.